اليوم حبينا نقولوا كلمه الحقيقه باش توصل للمسؤولين اللي هي جمعيه تريانا اليوم انا نقول وضعيه معنا نحو المجهول شو معناها نحو المجهول اليوم جمعيه تريانا ما تعرفش روحها احنا كهيئه مديره قدمنا المندام تاعنا ما نعرفوش شنو باش يصير في الجمعيه أه صارت أه معنا بكو ديتاب في الفترة هذه الفارطة أه من المندوبية للوالي كل تصلنا معناها بكل مسؤولين نتاع المسؤولين الجهويين نتاع المنطقة لكن ما لقيناش تجاوب احنا تركزنا على نقطة قانونية وقدمنا أه شكاية وبيان قضية للجامعة التونسية لكرة اليد هو أنه في القانون الأساسي نتاع جمعية أريانا يقول فما بند أو فصل يقول اللي, اللي كل هيئة مديرة تقل العدد متاعها عن سبعة أعضاء فهي تسقط آليا اليوم هذا موجود في, في الهيئة هذه قدمنا شكاية وصار جلسة الحقيقة للجامعة والجامعة مشكورة معناها سمعنا فهمتني وخذات الملف الملف ودرستو وتعدى للجنة معناها لـ لـ القانونية ونظروا فيها و... 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 وتاجلت لل... للجمعه الجايه احنا اليوم نستناو ما نعرفوش الشامبيونان نتاع ناسيونال بي وقتاش باش تبدا فهمتني اه فما خدمه باش فما... فما 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 ملاعبيه فما فما دي فما كذا هذا وكل ما زلنا ما نعرفوش يا هل ترى احنا معناها باش باش نوفق باش نوفق في الوقت باش نوصلوا للمبتغى نتاعنا باش نوقفوا جمعيه ولا لا بما انه احنا قدمنا مطلب في فيما في يخص الـ 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 الهيئه الماديه الهيئه هذه سابقه آه واللي صارت جلسه مع وكان وكان بعثنا معنا ممثل منا احنا وجاء ممثل منهم هما وحضروا في 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 جلسه نستناو من الجامعة وبيا في الجلسه الجايه باش بشتحك تحكم تقول الجلسه الـ 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 الهيئه هذه سقطت اليا وبيا مشكورة الجامعة والجامعة ما يخفاش ما, ما يخفيش عليكم اللي هي قانونيا تنجم تشرف على الجلسات العامة كما كما تو الحالة نتاع معناها جمعية تريانا تشرف على الجلسة العامة وتعطينا معناها ذات والمكان وتشرف هي على الجلسة العامة وتصير انتخابات واللي ربحنا نعاونوه ونقفوا معاه في الجمعية